السلام عليكم. اليوم نروحوا لبلدية سطاوالي لنقف على الأشغال تاع فندق طلاسة الذي راه قيد الأشغال من طرف الشركة الصينية سيتساسك الصينية إذن، واللي الأشغال تبلغ حوالي يعني نسبة تقدم الأشغال حوالي 70%. وهنا نشوف التزيين الداخلي أو الديكور الداخلي نتاع غرفة من غرف الفندق هذا ليضاهي بحجمه وجماله فندق الشيراتون. وللعلم أنه هذه شركة فندق طلاسة تابع لشركة سوفيتال الذي يعني يعد هذا ثاني استثمار لها في الجزائر بعد فندق سوفيتال اللي يقع في الحمة بالجزائر العاصمة. إذا نترككم تتابعون ما تبقى من فيديو عن فندق طلاسة بسطاوالي، والسلام عليكم.